يمكن الأمهات في سنة أولى أمومة بيكونوا طول الوقت خايفين عشان ما عندهمش الخبرة الكافية في التعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين. يمكن كمان بنشوف إن الأمهات دايما بيفضلوا فترة كبيرة مع بناتهم اللي مخلفين جديد، يعني ربنا يخلي كل أم بتساعد بنتها بيبقوا معاهم عشان يعودوهم على إزاي يتعاملوا مع الطفل الجديد، لكن الأم بقى إزاي تتعامل مع طفلها سنة أولى أمومة ولو أول مرة بتخلف، إيه المفروض تعود طفلها عليه من سن صغير. الموضوع طبعا بيكون صعب جدا، وربنا يكون في عون البيبيهات الصغيرين بالنسبه للامهات في سنه اولى امومه. يعني ويمكن الفقره دي معموله عشان خاطر بسنت تقريبا، يعني عشان تتعلم بقى دلوقتي هتعمل ايه. طبعا احنا معانا ضيفتنا منورانا في الاستوديو امل غالي، اخصائي نفسي وتربوي، عشان نتكلم معاها ازاي الامهات يتعاملوا مع اطفالهم لو كانت دي اول تجربه بالنسبه لهم. اهلا بيك منورانا. ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب. دايما في سنه اولى امومه كده ليها طقوس خاصه. طبعا الامهات لسه ما جربوش الموضوع ده قبل كده، شايفين قدامهم كائن حي مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي. وفعلا زي ما بسنت قالت في الاول، لولا مامتها بتقف معاها هي مش هتعرف تعمل حاجه. ده بجد؟ لا هي يعني هي عامله كل حاجه. انا كمان مامته، هي مامته فعلا. فعلا. طيب يعملوا ايه؟ هي زعلانه. لا لا انا موجوده، انا موجوده جدا وكل حاجه، بس انا يعني في حاجات انا فعلا مش فاهماها. فاهمه قصدي؟ في حاجات ممكن مثلا ماما تساعدنا فيها، زي مثلا انا كنت ماما تساعدني ان انا احميها، احمي ابني او بنتي مش عارفه اتحكم فيه. ماشي. البامبرز غير البامبرز، لكن في حاجات الاساسيه الام ما ينفعش حد تاني يقوم مكانها، اللي هي التواجد. ان الام تبقى موجوده اول سنتين في حياه الطفل. ان هي تبقى لما يعيط يلاقيها، لما يعني تبقى مبتسمه في وشه قريبه منه، الحركات دي الحاجات دي اساسيه ومهمه جدا. مش موجود ايه تاني؟ دي بيسموها التعلق الامن، دي الاساس الصحه النفسيه للبني ادم اللي بتستمر معاه العمر كله. اللي هو اول سنتين ونص دول مهمين، بيبني الطفل علاقته بمامته، ومن علاقته بمامته بقى بيشوف الحياه كلها وبيتعامل مع الحياه كلها من منطلق العلاقه دي. دي الاساس. يعني هي تكون موجوده سواء كانت بترضع طبيعي او صناعي، المساله هي مش متعلقه بالرضاعه اصلا. مش متعلقه بالرضاعه، هي لازم تكون موجوده في حياته. يعني لا، هي الرابطه اللي بين الام وبين الطفل مش مجرد رضاعه. هي طبعا الرضاعه اساسي. لكن الرابطه اللي فيها الطفل بيوصل له حنيه، اللي بيوصل له فيها ان انا مهتمه، ان انا موجوده، ان انت لما تبكي هتلاقيني. عشان كده النصيحه بتاعت لما يعيط ما تشيلهوش، دي نصيحه يعني عملت مشاكل في الصحه النفسيه للاجيال كلها. صحيح، لازم لما يعيط يلاقي مامته. انا والله بشيل، انا لسه كنت بساله على دكتور عظام. يعني عظامك اتلخبطت صح؟ بشيل ظهرك وجعك. ايوه، هي دي الضريبه الام بتدفعها. بتدفعها من صحتها ونفسيتها ومنطقتها طبعا. طيب خليني اسالك سؤال، يعني خلينا نتكلم على الطفل اللي لسه عنده شهور، يعني او لسه في شهر 2 3، عارف مامته اصلا؟ يعني هو عارفها، حاسس هو عارفها، لان هي من هو عارفها في علاقه من الرحم. بيحس بيها. ليه اطفال بتبتدي الصحه النفسيه بتاعتهم من هم في الرحم؟ وفي اطفال بيحصل لهم جروح نفسيه من الرحم، لان الام لو رافضه البيبي جواها رافضه كتير، ده بيوصل له الطفل. فلا بتبقى عارفها وحاسسها وعارف ريحتها ولا ده فعلا ضربات قلبها والكلام ده. مش عارفه حكايه ضربات قلبها، يعني مش متاكده، بس اللي انا عارفاه ان هو بيحس بيها. لو هي متضايقه او غضبانه او متوتره بيحس، هو بيتوتر ويعيط ويصرخ. لو هي متقبلاه بيحس بالامان، لو هي رافضاه بيحس ان هو بالرفض. كل المشاعر الام جواها الطفل بيحسها. ودي مشكله مش سهله، لان الام بتبقى مش يعني كانت في ام بتقول لي ايه، يعني هو الطفل الصغير ده هيحس بيا؟ هيعرف لو انا مش حباه او رافضاه؟ اقول لها طبعا. الامهات فاهمين ان هو ايه، قطعه لحمه صغيره محطوط بياكل ويشرب وخلاص. لا، ده بني صحيح. ادم بتتكون كيانه كله وافكاره ومعتقداته بتتكون في اول سنين. جميل. الصوت اللي بيبقى جوه رحم الام ده، عشان برضه نكون فاهمين وفاهم الناس، في بعض الناس دلوقتي بدات تعتمد على اجهزه بتعمل نفس الصوت بعد الجنين ما يخرج بالسلامه ويبقى بيبي كده لطيف، ويسمع الصوت ده بيقولوا بيعمل حاله من الالفه ان هو كان موجود في نفس البيئه. هل الكلام ده معقول؟ هل الكلام ده يعني انا ما اعرفش الكلام ده صحيح اصلا ولا لا، بس بدا يناموا عليه فعلا. بينتشر، بس خلي بالك اي دراسه بتتعمل هي بتقعد سنين عشان تتاكد. بس بيقولوا يعني فعلا ان الطفل بيسمع الاصوات اللي كانت قريبه منه فبيهدى. وكل ام بتبقى عارفه برضو طبيعه ابنها، لان مش قاعده ثابته على كل الاطفال. يعني لازم الام هي مع الوقت اللي هي بتفهم ابنها. وانا عايزه اقول برضو الامهات الجداد، ان انتوا يعني مش معنى ان انت بقيت ام ان انت مولوده او خلاص بقيت معاكي فاهمه كل حاجه عن الطفل. لا، دي رحله.
انت بتاخدي وقت عبال ما تفهمي ابنك وتفهمي امتى بيهدى وامتى بيتضايق، فما تزعليش من نفسك لو لقيتي نفسك مش عارفه. طبيعي مش عارفه، هتحتاجي تسالي تقري تتعلمي لحد ما تفهمي طبيعه الطفل، لان هو الطفل ده مولود بطبايع، هو مش مولود كده وخلاص، لا ده ربنا اداله طبع، الطبع ده ممكن يكون شبه الام او مختلف تماما عن الام. يعني في لو الام طبع. لو الام مثلا نشيطه ممكن يكون جاي لها طفل هادي قوي والعكس. فلازم الام مع الوقت هي بتكتشف نفسها كأم، بتكتشف البيبي. طيب انا بقى هتكلم معاكي في موضوع بجد انا مضايقني شخصيا، ان كل الناس بترمي على الام كل حاجه في الدنيا، انت لازم تاخدي بالك من ابنك، انت تغيري انت ونفسي بس الناس تفهم انه بجد احنا مش بنبقى مولودين عارفين الكلام ده، في فطره تمام، بس ما بقاش فيه يعني بنتعلمها عادي خالص. دور الراجل في المرحله دي ايه؟ دوره مع الطفل؟ لا ثواني بقى، ثواني، دور الراجل؟ لا ايوه ايه دور يعني بتصرفه بقى وكده يعني؟ لا خالص والله. امال هنسمع منها؟ طيب بالظبط، هنشوف كلام المختصين يعني الاول وبعدين بنقول التجربه. يعني انا طبعا سيبك، انا مش عايزه اتكلم مع دور الاب مع الام، مع الراجل مع الست ايه هو بالذات، كمان في حاجه اسمها بوست بارتم ديبرشن، يعني في الاكتئاب ما بعد الحمل، لكن انا هتكلم على دور الاب مع الابن قد ايه مهم في السن الصغير ده. بس الدور الاب لازم الاب يدخل وفي التربيه طبعا، هو مش هي ممكن الاباء يعترضوا ان احنا مثلا نقول لهم غيروا بامبرز والحاجات دي، لكن ليه بيعترضوا يعني؟ في اباء بيعترضوا، لا مش عارف، لا مش هعرف. انا رايي ان يحاول، ما هو لما بيدخل في التربيه من الاول ويحاول ويعافر مره واثنين هيبني العلاقه. اوقات الاباء بيبقوا عايزين العلاقه تبتدي بعد ما الطفل يتكلم او بعد ما الطفل يمشي. لا حلو لو ابتدت بدري، يعني حلو لو الطفل حس بابا. طب انا ممكن اشيل يعني شيل، لو مش عايز يعني. هو اعترض يعني. طب احنا اصل احنا عندنا كارثه يعني، عارفه ايه هي؟ انه دايما يقول لك ايه انت ست دي فطرتك. يعني ايه فطرتي يعني فطره الست؟ هقول لك ليه المجتمع بيقول كده. فطره الست الرعايه، ترعى تاخد بالها. يعني انا ما اقدرش انكر ان انا احب اعمل لاولادي، يعني انا احب انا كست احب اعمل لاولادي واكلهم واهتم بالحته دي، جزء الفطر بتاعي. لكن حاجات مهاريه انا محتاجه لسه اتدرب عليها. يعني احنا مثلا بنقيس على الام، يعني برضو انا حاطه نفسي مكانك، وانا لما كنت اول مره ام كنت متلخبطه، انت ليه ما بتعملش معايا؟ انت يعني معقول انا افضل اغير واكل واحمي وانت ما بتعملش؟ لا دي كانت بتبقى حاجه برضه متعبه للست نفسيا طبعا، ان هي محتاجه اليد خصوصا في المرحله الاولى، ان هي ما تحسش ان هي وحدها، لان هي اوقات هتحس بالعجز، ان انت طول الوقت لما بتبقي سانده على مامتك انت في الاخر بتتعبيها. ايوه يعني دايما ده اللي بحب الناس تبقى فاهمه، انا نفسي بس نوصل لمرحله فتعالوا بقى تعبونا احنا بقى يعني بجد في مجتمعاتنا الشرقيه، انه نفهم ان الجواز ده مسؤوليه على الاثنين، ان احنا بالظبط يعني، والاطفال دول الاثنين يعني. وعلى فكره مش بس الاب يصرف يعني، مش بس احنا، طب خلينا نعترف ان الرجاله كمان بتصرف. بتعمل دور كبير قوي قوي مع اولادها، ان هم بيشتغلوا كتير عشان يصرفوا على الكائن الجديد الموجود، لكن لو انت كمان بتشتغلي مفيش مانع ان انت تساعدي. فالمسؤوليه ما بين الاثنين، انا عايزه النهارده نتكلم كمان على مسؤوليه الراجل في التربيه مع ايوه مع الست. مسؤول، بس الاب هو وجوده بيعمل اتزان في حياه ولاده. يعني لو شلنا الاب من معادله التربيه نعرف ان في خلل حاصل في حياه البني ادم. فربنا خلق كده اب وام، يمكن محتاجين بس الرجاله تدرك اهميه دورها مع الوقت، ان 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 انا ليا دور ومؤثر، وانا وخصوصا بقى لو عندنا بنوته. البنت محتاجه الاب اللي بياخد باله منها ويحسسها بانوثتها ويحسسها ان هي جميله، ده بيحمي البنت على المدى البعيد. والولاد بتتعلم الرجوله برضو من مش هتتعلم رجوله مني، هتتعلم رجوله من باباها. فالولد في الهويه الجنسيه بتاعه الطفل على عمر سنتين ونص، لو الاب مش متواجد ممكن يحصل مشكله، لازم الاب متواجد على عمر سنتين وسنتين ونص علشان الولد يحب ان هو ينتمي لعالم الرجاله، ويتعلم يعني ايه راجل، ويعني ايه مثلا الاب ياخده معاه مثلا بيحلق دقنه وهم خارجين بره يشتروا لبس، يعمل حاجات مثلا، يعمل حاجه في العربيه، الحاجات اللي بيعملوها الرجاله مع بعض. لو الاب مش متواجد في العمر ده، في المرحله العمريه اللي هي سنتين وسنتين ونص، ممكن الطفل يتعرض لمشكله في تكوين الهويه الجنسيه عنده. طيب نرجع لنقطه الرعايه، وان الام مسؤوله عن بعض الامور، وزي ما كانت بس انت بتتكلم فيها مساله الاكل.
الامهات الجداد مش عارفين، وفي يقول لك في مدارس، في بعد 3 شهور ابتدى ياكله، في بعد 6 شهور اكله، طب امتى يقعد، امتى نبتدي نقلبه، يعني في تفاصيل كتير قوي بالنسبه للطفل في البدايه، لو خصوصا لو هي تجربه جديده ما بتبقاش الام عارفه تتعامل معاها. بص، هو حكايه الاكل دي طبعا المرجعيه فيها للدكاتره بتاعه الاطفال، بس هي المفروض ان انا كام اول مره جديده بلاش اللي انا هشجع الامهات عليه، ما تسمعوش نصايح من على النت. يعني في ناس تقول لك اكله مثلا على عمر 3 شهور، أكله مش عارفه على، لازم المرجعيه بتاعتنا لدكاتره الاطفال. كل طفل، يعني الدكتور بتاع ابني يقول لي دايما كل طفل غير التاني، فاحنا ما بنديش انا نصايح بقى، ما بنديش نصايح، لا ما ينفعش ادخل على جروب ستات واقول لهم انا ابني 3 شهور اكله ايه، تروح الست نازله، طب افرض مثلا فول، مثلا في اطفال عندها انيميا الفول، طب افرض اكل بقى حاجه يعني لحسينه فول، افرض عنده حساسيه، خلاص الطفل ده هيتحط في حته ثانيه مش حلوه. فانا عايزه اقول دايما الامهات بلاش تسمعوا النصايح وخلاص، لازم نرجع بأول سنة أمومة بالذات نرجع للطبيب ونشوف ده إيه اللي يناسب ابني. يعني أنا بقى أصلا بنتي سننت على عمر سنتين، في أطفال يعني سننت على عمر 6 شهور، في كل طفل مختلف عن التاني. لازم نرجع بأن مرجعية ثابتة وعلمية، مش نرجع لأي حد وخلاص عشان الأم بس ما تتلخبطش. طيب لو الأم عصبية قوي وبتزعق كتير، ده ممكن يؤثر على الطفل طبعا. في عمر الشهر والشهرين جدا فعلا؟ جدا جدا. واولا هو هيطلع عصبي، ثانيا الطفل بيحس بعصبيه امه وبيحس بالتوتر والقلق وبيبقى مش مطمن، زي ما احنا متفقين من اول حلقه ان الاطفال بتحس بكل حاجه من الام. هو الطفل كائن حساس جدا ومنفتح على مامته بشكل مش طبيعي، فبياخد من صفاتها، بياخد من صفات الاب برضه، وبياخد بس يمكن عشان مرتبط بالام في الوقت ده اكتر، بياخد من صفات الام كتير جدا، وبياخد من اللي هي بتعمله. فلا العصبيه اصلا، العصبيه من الحاجات اللي بتهز شخصيه الاطفال في اول سنين عمره. طب والطفل المولود اصلا عصبي؟ لا يعني يعني مفيش حاجه حصلت تعصبه بس هو بيتعصب؟ لا بس هقول لك حاجه، مولود عصبي دي لها تفسيرات كتيره. اولا هل هو مثلا في الشهور، لو انت بتتكلمي عن شهور، هل بطنه وجعاه، هل مش مرتاح مع الرضاعه، لسه طبعا بيبي لسه ما اتعلمش يتكلم، فطبيعي لو انسان، لو تعالوا نتخيل اننا احنا الثلاثه ما بنتكلمش وعايزين نوصل حاجه اللي قدامنا، هنعمل ايه؟ هنعيط، هنصرخ، هنعمل كده. بس لا اعتقد في سن يعني كبير شويه، سنه مثلا، وهو دلوقتي مش هو دلوقتي شهر او شهرين، هو دلوقتي عايز يعبر عن حاجه، هو بيعبر ازاي؟ انا مثلا عايز ماما، عبر ازاي؟ جعان، عايز اعبر ازاي؟ كل هي لغته هي البكاء. فهو الام بتعتقد ان هو كده عصبي، ما نحطش ليبل عليه دلوقتي، لان هو حبيبي بيبقى عايز يعبر بس مش عارف، فبيعبر بالعياط. طب ازاي الام يبقى عندها وعي بمراحل النمو عند الطفل؟ يعني ان هو مثلا برضو ان هي لازم الام، زي ما انت قلتي في الاول، ان الام فطره، جزء منها فطره بس جزء منها لازم تتعلم، ابقى عارفه ان ابني مثلا كل مرحله عمريه ان هو مثلا هيبقى محتاج ايه في الوقت ده. ان هي تقرا عن المراحل العمريه، في كتب كتيره بتتكلم عن كل مرحله عمريه، ده كل شهر مختلف. طبعا في كل مثلا كل 3 شهور مثلا الطفل ده نقدر مثلا نسمعه موسيقى، نقدر مثلا نلعبه العاب، ممكن نجيب له مثلا، انا بوصي الامهات اللي هم عندهم اطفال صغيرين في الشهور الاولى يجيبوا لهم كتب ويفتحوا الكتاب قدامه ويقروا الكتاب معاه حتى هو مش فاهم حاجه بجد، يعني في سن صغير طبعا، في الشهور الاولى. الشهور الاولى بتجيبي كتاب وتقعدي كده والطفل يشوف الصور ويبقى فيه مثلا الوان على عمر الكتاب مثلاً. ايه بقى اللي بيطلع منه مثلا؟ الحيوانات، الحاجات دي، وعلمه. ايوه دي حلوه جدا، لازم وتسمعه مثلا موسيقى تاخده في حضنها ومثلا تدندن معاه حاجه مثلا دينيه او عايزه تغني له، ده نوع من انواع التواصل معاه. دكتور أمل، يعني كل الشكر ليكي، أخصائي نفسي وتربوي بنشكرك، يعني موضوع مهم جدا يمكن بيمسنا احنا شخصيا كمان. أتمنى تكوني اتعلمتي حاجة بس. أتمنى أنت تكون بقى اتعلمت بقى الموضوع، هنغير ولا لأ؟ هنساعد والبامبس في الزيت. شكرا ليكي يا دكتور كريستين.